لا زال هناك رغبة حقيقية وجادة في أن نتوج كل الممارسات وكل الصلاحيات المتاحة لنا والتي تتاح لكم في سبيل أن يراها الشعب العراقي. والحقيقة المعيار الواضح هو رضا الشعب العراقي. متى ما رضي الشعب العراقي عنا وعنكم نكون قد أنجزنا المهمة. ليس بالضرورة أن نتوج ذلك بنجاحات انتخابية أو بنجاحات تتعلق بالمراكز والمناصب التي نحن فيها. المعيار الأساسي الذي كلفنا به، الواجب الوطني الذي نحن بصدده، هو ما نقدم لهذا الشعب المسكين الذي مرت به ظروف صعبة وظروف قاسية تدعونا جميعا أن نضع اليد باليد وأن نتكاتف وأن نتجاوز المحن. إذا نظرنا إلى الخلافات السياسية هي كثيرة، وإذا نظرنا إلى وجهات النظر فهي متعددة، وإذا نظرنا إلى الخلفيات الفكرية التي ينتمي لها كل واحد منا فهي متنوعة، ولكن في ذات الوقت يمكن توظيفها حتى تكون أداة قوة نوظفها جميعا لخدمة الشعب العراقي ولخدمة الجمهور العراقي. نحن وأنتم معنيون بإعادة الوجه الحضاري والتاريخي لبغداد، هذا هو هدف أساسي. بغداد التاريخ، بغداد التي تأخذ دورها في صناعة القرار، ليس القرار المحلي ولا العربي وإنما القرار الدولي. ونستطيع بجهودنا وبجهودكم أن نعيد لبغداد هذا الوجه المرتقب الذي ينتظره العالم أجمع. نحن ضد المركزية الخانقة، تخلصنا منها. المركزية التي تريد أن تهيمن على كل شيء والتي تريد أن تجعل مآلات الأمور على وفق تقديراتها، هذا الزمن انتهى. المركزية الخانقة نحن وأنتم نساهم جميعا بالتخلص منها. نستطيع بجهودنا وبجهودكم أن نعيد لبغداد هذا الوجه المرتقب الذي ينتظره العالم أجمع.